من 4 سنين سمع صوت حد بيتكلم، بس هما مش في نفس الأوضة. صوتهم كان بعيد شوية وهادي. سمع صوت نبضات قلب متسارعة، مش عارف مصدرها ايه وانا سامعها ازاي. هو مش حد واحد، هما 2 الصراحة. كانت واحدة ست وراجل، والست بتقول الراجل بصوت فيه قلق كده: طمني يا دكتور، هو عامل ايه؟ مش عارف انا فين، بس من الواضح كده اني في مستشفى. مستشفى متعلق لي محاليل، سامع صوت جهاز نبضات القلب، مش شايف كويس، او اقدر اقولك اني مش شايف خالص. مش عارف ده من ايه ده. وده يبقى ليه احتمالين: الاول اني اتعميت، والتاني اني ممكن يكون في شاش ملفوف حوالين وشي. انا معرفش، مش عارف انا بشوف ولا لا. المهم لقيت الدكتور بيقول لها: بصي، هو انا مش عارف الحالة اللي عنده دي ايه، يعني بقولك انا هو الدكتور ومش عارف ايه اللي مخليه يتعمي، مع ان عينه سليمة 100%، بس مش عارف ايه اللي مخليه يتعمي برضه. قالت له: يعني ايه دكتور؟ يعني هو مش هيشوف تاني؟ لا انا معرفش ارد على السؤال ده، عشان خاطر انا مش عارف ايه اللي عامل فيه كده. سمعت صوت الباب بيخبط، دخل حد معرفش مين، بس لما اتكلمت عرفت انها واحدة ست. الغريب اني سامع صوت ضربات قلبها، وجالي احساس انها خايفة عليا وملهوفة. انا معرفش مين دي. الصوت انا حاسس اني عارفه، لقيتها جريت عليا وحضنتني، قالت لي: الحمد لله انك بخير، الحمد لله انك كويس. قلت لها: انا اسف بس انا معرفكيش. دخل الدكتور من وراها وقال: ودي الحاجة التانية اللي انا كنت عايز اقولك عليها. قالت له: يعني ايه؟ انه اعمى فاقد الذكريات؟ قال لها: ما انتي لو تساعديني وتقولي لي ايه اللي عمل فيه كده هقدر اساعدك. قالت له: والله ما اعرف اللي حصل، مفيش حاجه تانية اعرفها غير انه عمل حادثه. قال لها: على العموم في حاله مرضيه اسمها النسيان المفتعل. 80% من المرضى بالحاله دي ما بيعرفوش يفتكروا الاحداث القريبه اللي مروا بيها، وده بيكون بسبب تعرضهم لصدمه او تعرض العقل لصدمات فوق الواقع. يعني العقل تعرض لكميه كبيره من الاحداث اللي معرفش يستوعبها او يستحملها، وده ساعات بيحصل بسبب مثلا واحدة تعرضت لحالات جنسية عنيفة زي الاغتصاب، حادثة مؤلمة لشخص فقد فيها ناس كتير، أو أي حاجة كانت خارقة للطبيعة. المريض ده مش بيفتكر الأحداث القريبة ليه زي مثلا 4 أو 5 سنين فاتوا من عمره، ممكن ميفتكرهمش، لكن باقي ذكرياته أحداثه البعيدة أو المتوسطة بيبقى فاكرها عادي جدا. وعشان كده المريض ده ممكن يروح شغله عادي، يتعامل مع الناس عادي اللي كان يعرفهم، انما لو عرف ناس في الفترة القريبة اللي حصلت له فيها الصدمة هينساهم تماما ولا كأنه شافهم قبل كده. فايه بقى اللي حصل له علشان يجراله كده؟ يعني ايه نوع الصدمة او المشكلة اللي ممكن تسبب له الحالة دي؟ عشان دي حالة نادرة يا فندم. قالت له: والله مش عارف، مش عارف. في الوقت الحاضر يا سعيد، ده بقولك تجيب لي محامي تقوم تجيب لي واحد اعمى. رد عليا سعيد وقال لي: ما تروق يا عم زايد، هو هيترفع بعينه ولا ايه؟ قلت له: مش الفكره، انا بس كنت مستني حاجه احسن من كده. يعني انا فورت يا سعيد، ماليش دعوه بيها، المشكله اللي تكون انت اللي مش مصدقني. فقلت بقى تعمل اللي عليك وخلاص وتريحني، واكيد انت في سرك بتقول ان هو كده كده رايح في داهيه. قال لي: يا عم والله انا مصدقك، بس الراجل ده مشهور جدا، بجانب ان انت يا زايد اصلا بتخاف تقتل صرصار، هتقتل 3 مرة واحدة؟ لا، وجيرانك كمان ورب الاسرة راجل انت اصلا بتحبه وبتعزه، على فرض مثلا انت ازاي هتقدر تقتل راجل وتكسر رقبته وتلفها 180 درجة؟ انت تبقى مجنون لو انت فاكرني مصدق انك تقدر تعمل الكلام ده كله، مش معقول. وزي ما قلت لك الراجل ده مشهور والناس بتقول عليه كلام كتير. قلت له: كلام؟ كلام ايه يا ابني؟ قال لي: مش عارف، بس الناس اللي سألتها قالت لي ان الراجل ده عمره ما خسر قضية، بالرغم ان سنه مش كبير علشان يكون بالشهرة دي كلها، والغريب كمان انه مش بياخد فلوس كتير، تخيل. قلت له: قول لي بقى سعيد، ان الموضوع موضوع فلوس. قال لي: يا عم انت ليه على طول فهمني غلط كده؟ هو الراجل ده مش بياخد فلوس كتير صدقة منه مثلا؟ لا، الراجل ده قعد فترة كبيرة مش بيشتغل، فالطبيعي انه ما يطلبش فلوس كتير. قلت له: كمان يعني اعمى وبقاله فتره كمان ما اشتغلش؟ انت عايز تجنني يا سعيد؟ قال لي: يا عم الراجل ده حصلت له حادثه قبل كده وبعد عن الشغل جامد ولسه راجع دلوقتي، وانت تعتبر اول قضيه بعد ما رجع. قلت له: طب ايه موضوع الحادثه دي بقى؟ لقيته كده شاور لي
اقرب له وقال لي بصوت واطي جدا، قلت له فيها يا سعيد انت بتوطي صوتك ليه؟ الجو الدراما اللي انت عايش فيه ده هو علشان عملت لك اعلان لبان بالنعناع هتشتغلي في الازرق؟ علي صوتك يا عم. قال لي حاضر ما تزعقش. الراجل ده ما اتولدش اعمى، الراجل ده كان بيشوف لحد ما حصلت له حادثه واتعمى فيها. قلت له بس سعيد والله انت لازم تصدقني انا مش عارف في ايه، وبعدين مش معنى اني لسه ما متش رغم ان الشهر عدى ان انا كده بكذب، ما انا قلت لك اني بعت الورق لواحد كده اسمه عبد الله بيحكي قصص رعب وحاجات زي كده. قال لي اديك قلت، يعني الناس اللي بتسمعوا له بياخدوا الكلام على انها قصه وتاليف وكلام لهبل ده. قلت له يا عم بس اصبر بس، انا سمعت اصلا ان الشاب ده في دكتور نفسي في اسكندريه بيبعت له القصص بتاعته والقصص بتاعت الراجل دي حقيقيه، فانا قلت بما ان عنده جزء من الواقعيه او القصص الحقيقيه دي يبقى ممكن الناس اللي عنده دي تجيلها الفضول وتروح، او هو شخصيا. بعدين القصه جابت مشاهدات كويسه، يعني ما تستبعدش ان ممكن يكون حد قرر يروح عادي يعني، لحد ما الباب خبط علينا وسمعت صوت من بره بيقول ممكن ادخل. قلت هو داخل علينا الحمام ولا ايه؟ ما يدخل. لقيت الراجل على صوته بعصبيه وقال ممكن ادخل. قلت له يا عم اتفضل. الراجل فضل واقف بره كده، قلت لسعيد يا عم هو اطرش كمان ولا ايه؟ شويه ولقيت الراجل داخل ومعاه بنت، يعني بغض النظر عن الموقف اللي احنا فيه بس البنت زي القمر، احلى بنت ممكن تشوفها في حياتك، في بدايه الثلاثينات كده وهو اديله بتاع 35 36 سنه. بس الراجل كان ليه منظر جذاب جدا، كان لابس بدله رمادي حلوه جدا، وكان لابس نظارة شمس، مش النظارة اللي الناس بتلبسها لو فقدوا نظرها لا قدر الله يعني، لا نظارة شمس عادية وشعره ناعم جدا متصرح، مش عارف ازاي في الغالب الناس الضريرة ما بتهتمش بمظهرها قوي. وفسرت الكلام ده في ثانية لما شفت الجانب الأنثوي اللي دخل معايا، قلت في سر يا ابن المحظوظة يا عمى ماشي. لقيته كشر فجأة وكان عايز يقول حاجة بس لقيته تمالك نفسه كده وهدى ودخل وقعد. من المقدمة دي اعتقد كده انك فهمتني دلوقتي وفهمت انا مين وايه اللي حصل، وافتكرت كل احداث القصة اللي كانت باسم خادم الجحيم. بس للتذكرة يعني انا الضحية زايد، الراجل اللي كان كل امله انه يروح لجاره ويطمن عليه بعد ما اختفى ومراته قعدت تدور عليه فوق السنة، ولما رجع كان بيقول انه دخل مكان اسمه جحيم الصامت، شعاره رسمة عين، وكان في مجموعة لوح كان في منها اللي مرسومين بدقة وجمال وفي الباقي اللي كان مرسوم اي كلام عشان يمر ببعض الاحداث الغريبة من كتابات غريبة على ظهره زي عد او يستمر الحرق، من احداث متداخلة لست غريبة بتقول انها مرات خادم الجحيم وانها هي اللي بتورث الملك السابع لراجل جديد، وهنا بينتهي دورها عشان في الاخر لما ادخل الاقي اعتراف واضح وصريح من الباشمهندس سالم ان هو اللي قتل عيلته كلها وكان عايز يقتلني انا كمان، بس لولا القدر اللي مجمعنيش بيه في مكان واحد ساعتها فضلت حي. وفي الاخر اعرف ان في ورق تاني كان في غايه الاهميه مكتوب عليه تحذير، وهنا كانت بدايه الجحيم الصامت وطرق التوريث، عشان في الاخر يطلع لي المسخ ويخيرني ما بين اني اكون الخادم او اني اخد المهله، وانا اخترت المهله وبعد القصة. ممكن يكون حد فيكم يقول ليك عين تاني ترجع وتبعت، هقولك اه، ما انت هتعرف دلوقتي انا ايه اللي حصل لي عشان خاطر انت فضولي، وهتفتح القصة غصب عنك وهتسمعها بالدماغ اللي هتعجبك، يا اما واحد بقى مصدق يا اما واحد بيتسلى يا اما واحد بيحب الرعب فجاي يترعب شوية. احب اقول اه انت هتترعب هتترعب، بس الرعب ده مش هينتهي لما تقفل القصة. تعالى ارجع بيك لكلامنا، وانا جيت هنا ازاي بقى؟ بعد ما المسخ ده ظهر لي وخيرني انا اخترت المهله واغمى عليا، صحيت لقيت نفسي في الحبس. ايه ده بالسرعه دي؟ اه بالسرعه دي. لما فقت واتعرضت على الضابط قال لي ان عم سيد البواب لما طلع الصبح تاني يوم عشان يحط الجرايد قدام الشقق زي ما هو متعود لقاك مرمي في الشقه بتاعه الباشمهندس سالم منصور وعيلته كلها مقتوله، وهو كمان شخصيا مقتول. وكنت عمال بقى تهرتل بالكلام وتقول ان هو اللي قتل عيلته وهو اللي خلص عليهم، جرى على صاحب العماره وصاحب العمارة قال له يكلم البوليس. طيب لو هو اللي قتل عيلته مين اللي قتله يا زايد؟ ده كان سؤال الضابط ليا. انا بصراحة معرفتش ارد عليه علشان للأسف السؤال ده اجابته ما كانتش في الورق، بس التفسير بتاعي ان الشهر بتاعه انتهى علشان كده هو اتقتل. بغض النظر انا طبعا لو حكيت للضابط على الكلام ده مستحيل هيصدقني، فانا جبت محامي يمكن هو اللي يعرف يتصرف، وفي الاخر طلع اعمى. المهم فتح محضر باسمي وقال لي ليك مكالمة. كلمت سعيد صاحبي اللي انا كنت بتكلم معاه من شويه قبل ما يدخل المحامي، وقلت له يشوف لي محامي حلو وبيفهم لحسن، انا القصه بتاعتي دي طويله. وهو جاب المحامي وقاعد قدامي وشكله راجل ابن ناس، شكله حلو وراجل وسيم وعنده دقن خفيفه ابيض البشره جزمته بتلمع، ماسك عصايه بتاعت الناس الكفيفه وساند عليها كده بايده الاتنين وبيقول ممكن اقعد. لما دخل قال لسعيد ممكن يا سعيد تسيبني معاه شويه، وبص للجميله وقال وانت كمان يا ندى شويه كده وهنادي عليك عشان احتاجك.
قالت له ماشي يا مالك، بص هو حصل حاجة كده أنا مش مطمن لها، وحاسس إن الراجل ده مخبي حاجة. الراجل بعد ما مشي اتندى دي وسعيد، الراجل قعد على الكرسي اللي قدامي مكان سعيد. طب هتسأل إيه الغريب في كده؟ أقولك إن الراجل ده المفروض إنه كفيف. آه يعني كفيف، الأوضة كبيرة يعني مستحيل يمشي في خط مستقيم للكرسي من غير ما يحسس أو يتخبط في الترابيزة اللي قدام الكرسي اللي هو المفروض يقعد عليه. الأغرب من كده كمان إنه لما قلع النضارة عينه كانت عادية، لونها مش أبيض أو مفيهاش مشكلة. كنت قاعد مذهول، لقيته بيقول لي انت اكيد معلوماتك عن العمى محدوده. قلت له نعم. قال لي مش انت بتفكر انا ازاي عينيا لونها ازرق مش بيضه، ومستغرب اني ما خبطتش في الترابيزه، وقام مخبط عليها كده بايده. قلت له بتردد، لا 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 خالص، هو انا في ايه ولا في ايه يعني يا راجل؟ قال لي طب ما تكذبش عليا التاني، علشان المره الجايه همشي وحلني بقى وشوف مين اللي هيرضى يساعد واحد القضيه لابساه. قلت له لا انا مش بكذب على فكره. قال لي احب اقول لك اني اعمى، ومن ساعه الحادثه ما اعرفش ايه اللي حصل لي، بس انا بقيت بسمع احسن بكتير لدرجه اني بسمع صوت دقات القلوب. يعني لو في 10 في الاوضه، الاعمى ما يعرفش ان في 10 في الاوضه، بس انا اعرف. مش عارف ايه الاستثناء اللي فيا ده، بس في الواقع ما عنديش اي تفسير للكلام ده. فلما اقول لك انك بتكتب عليا يبقى تقول الحقيقه على طول. او بالنسبة للموضوع بقى، اني رحت قعدت على الكرسي من غير ما اخبط، فانا اللي جاي اسمع منك مش انت اللي جاي تسمع مني. انت فورطة مش انا اللي فورطة، فياريت تبدأ تتكلم علشان وقتك معايا قرب يخلص. كنت قاعد بصراحة ومذهول من اللي انا بسمعه. الراجل ده ماله؟ في ايه؟ مين الراجل ده؟ انا حتى مش عارف اقوله ايه. الراجل كلامه نازل عليا زي الصدمات. المهم قطعت تفكيري وسكوتي وهو بيقول لي ها قول لي بقى على كل اللي انت تعرفه من غير كدبة، علشان المرة دي بجد همشي. قلت له حاضر حاضر. قلت له هتصدقني؟ قال لي مالكش دعوة بالموضوع ده، وده هيعتمد على انك هتقول الحقيقة ولا هتكذب. قلت له طيب ماشي. طلعت من جيبي خاتم، مش عارف ازاي الشرطة ما لقيتهوش لما لقوني اول مرة وفتشوني. الخاتم الملعون، خاتم الجحيم الصامت، او بالتحديد خاتم بتاع خادم الجحيم الصامت. مد لي ايده قال لي هاته. اديته له، فعلا بدا يحسس عليه، واول ما مسك الخاتم طار من ايده كانه اتلسع مثلا. وبعدين حسيت ان جات له حاجه زي الصداع كده، والخاتم وقع من ايده وفضل ماسك دماغه وصرخ صرخه مش عاليه، بس كانت كفيله انها تدخل ندى وسعيد وهم مفزوعين علشان يشوفوا ايه اللي حصل. لما دخلوا كانت اللي اسمها ندى دي هتتكلم، قاطعها وقال لها لف الخاتم ده في منديل وخديه واخرجي. وفعلا عملت اللي هو قالها عليه بالظبط من غير ما ترد او تعترض حتى. قلت له انت كويس يا استاذ؟ قال لي انا زي الفل، سيبك مني اتكلم بس احكي لي عشان وقتك انت. بدات احكي له على كل حاجه من ساعه ما عرفت ان سالم رجع، مرورا لما دخلت الشقه بتاعته ولقيت الثلاث جثث ولقيت الورق والخاتم وقريته، وبعدين عرفت ان في ورق تاني مكتوب عليه تحذير لحد ما جيت هنا. قال لي الكلام اللي انت بتقوله ده ما يصدقوش حد عاقل، بس اللي مجنني ان اعصابك هاديه ما بتتهزش، نبضك ثابت، يعني انت مش بتكذب. قلت له والله انا مش بكذب، انت لازم تصدقني على فكره. قال لي هو انت ساكن فين؟ قلت له على العنوان. وقلت له ليه يعني؟ قال لي عشان انا عايز اروح بيتك واشوف مسرح الجريمه واتكلم مع صاحب العماره شويه. لحد ما قطعنا انا وهو صوت خبط على الباب. كان الضابط والعسكري هما اللي دخلوا وهو بيقول وقتك انتهى يا مالك. المحامي الغريب ده بص لي وقال لي طيب نكمل في وقت تاني. الضابط بص للعسكري بص معناها يلا خدوا على الحجز. لبس المحامي الغريب ده البلطو بتاعه علشان كان قلعه ومشى. نسيت اقول لك ساعتها ان احنا كنا في الشتاء، وخرج وهو بيتحسس طريقه في منظر متناقض، بمعنى انه قاعد على الكرسي بسرعه كانه شايفه ودلوقتي بيحسس وهو خارج بالعصايه بتاعته. مش عارف، حسيت ساعتها ان الراجل ده عنده سر غريب، مبقتش عارف افكر في الراجل ده وتصرفاته ولا افكر في المصيبه اللي انا فيها. طيب من كل الكلام اللي فات ده، انت لو فاكر اني انا كزايد اللي بكتب الكلام ده دلوقتي، فاحب اقولك انك غلطان. مش انا اللي بكتب الكلام ده وببعتهولك، انا المحامي الغريب اللي مش عارف حاجة. اسمي مالك زيدان، عندي 35 سنة، عملت حاجات كتير في اخر 5 أو 6 سنين مش فاكرها. مش فاكرها، ما انا العيان اللي كنت في المستشفى، انا الاعمى اللي المفروض عينيه سليمة، وانا برضو اللي فاقد الذاكرة، رغم ان الدكتور ما يعرفش ايه السبب اللي مخليني كده. انا الحالة الغريبة اللي عندي اسئلة كتير عن نفسي مش لاقي لها اجابات.
كل اللي عرفه عن الفترة دي حاجات اتحكت لي من ندى المساعدة بتاعتي، وقالت لي ان عشت في اليمن فترة مش كبيرة، وتعرضت لحادثة عربية واتنقلت على المستشفى، ولما خفيت رجعت على مصر. مين ندى؟ هتصدق لو قلتلك معرفش مين ندى؟ هتصدق لو قلتلك اني مش عارف هي مين؟ هتقولي ازاي؟ هقولك اني في الفترة الاخيرة عملت حاجات كتير انا مش فاكرها. لما سألتها انا عرفتها ازاي او هي عرفتني ازاي، قالت لي اني كنت اعرفها في اليمن وجات معايا على مصر. قلت لها بس انت تتكلمي مصري كويس، قالت لي ما انا برضو مصرية اصلا. طيب هتسألني انا ازاي ليا اسم وعلاقات كتير في مصر واسم كبير؟ هقولك اني قبل ما اسافر اليمن كنت معروف هنا، وبعدين سافرت قعدت حوالي شهرين مثلا، وبعدين رجعت تاني. مش فاكر تقريبا اغلب اللي انا عملته في اليمن عشان بسبب الحادثه اللي هناك، مش فاكر كويس، بس اللي اعرفه اني كنت مسافر لابويا هناك، هو دكتور في جامعه حضرموت واستاذ جغرافيا، وبعدين حصلت الحادثه وانا هناك. بابا كان معايا في العربيه وهو اللي كان سايق، وافتكر انه كان سايق على سرعه عاليه، عملنا حادثه خسرت فيها عيني وخسرته هو شخصيا. ماشي في الدنيا على امل اني افتكر اي حاجه، طبعا بجنب شغلي اللي ماليش غيره، ومن غير الشغل ده مش هيبقى معايا فلوس ولا اسم ولا سمعة ولا الحاجات الكتير اللي عرفتها من المساعدة بتاعتي. المساعدة بتاعتي بتاخد بالها مني مع اني مش شايف السبب لده. انا عارف اخد بالي من نفسي كويس، واللي اعرفه كمان انها عايشة معايا في البيت بقالها فترة، وبرضه مش فاكر اي حاجة. لما بسألها واحنا متجوزين بتقولي لا، طب مخطوبين تقولي لا، احنا ايه بالنسبة لبعض؟ مرتبطين حتى برضه تقولي لا. ازهق تقوم قايله لي احنا صحاب عايشين مع بعض، وانا مش بحب اسيبك بصراحه في الفتره دي. هي مهتمه بيا قوي وبتتعامل معايا على انها عارفاني قوي، بس انا مش بقدر ابدلها نفس الشعور عشان انا اعتبر معرفهاش. كل ما اسالها هو انا ليه بنسى حاجات كتير تقول لي تاثير الحادثه، طبعا اسال الدكتور يقول لي نفس الكلام. تعرف انا حتى مش عارف اسمها بالكامل ايه، كل اعرفه انها انسانه جميله جدا كقلب وكمظهر، وكتير بلع عن اليوم اللي اتعميت فيه علشان بس اشوف الانسانه اللي الناس بتريل لما تشوفها دي. طيب انا الموضوع جالي ازاي؟ كنت قاعد في يوم في البيت كالعاده، دخلت عليا ندى وقالت لي هو انت مش ناوي تنزل تشتغل تاني؟ قلت لها ايه بقى اللي فتح السيره دي دلوقتي؟ قالت لي ما انت مش هتفضل قاعد كده في البيت، بنصرف بقالنا 4 سنين من الفلوس اللي انت جمعتها ومن فلوس ابوك، وخلاف كمان اسمك اللي الناس نسيته، وانا كمان فلوسي قربت تخلص، انت كمان فلوسك تلاقيها خلاص يعني، ولو فضلت قاعد كده هنضطر نبيع الفيلا دي وتشتري بيت تاني عشان يبقى معانا فلوس. قلت لها بقولك ايه، انت عايز ايه على الصبح؟ قالت لي عايزك ترجع تشتغل تاني. قلت لها ما انا عارف انك عايزاني ارجع اشتغل تاني. قالت لي امال ايه؟ قلت لها اقصد ان انت كل مره بتكلميني في الموضوع ده بس ما بتلحيش كده، ايه اللي جد المره دي؟ قالت لي جاي لك عميل اللي هو سعيد بالنيابه عن زايد. زايد حكالي على قصة أشبه بقصص ألف ليلة وليلة. أنا المفروض لما حد بيكذب بعرف، وهو ما كذبش، بس أنا عقلي مش عايز يصدق اللي هو قاله. هتسألني طب أنت بتعرف منين سواء اللي قدامك ده بيكذب أو لأ؟ هقولك برضو ده سر عن نفسي أنا معرفوش. طب لو هلعب بدماغ زايد يبقى هو كده المفروض طالما ما ماتش يبقى في حد من المستمعين اللي هو حكالي عنهم راح هناك، وده بيفسر كل حاجة، أو في احتمال تاني ان زايد ده يكون مريض نفسي وعنده ازدواجيه وهو فاكر انه بريء، وممكن يطلع في الاخر ان هو الشيطان اللي مش عايز يصدق انه فعلا قتل. انا مش عارف اعمل ايه، بس دي شكلها قضيه كبيره فعلا. انا من عادتي اني بتعامل مع قضايا كبيره بس مش بالشكل الغريب ده، بس مش اول ما ارجع الشغل تكون دي القضيه الاولى يعني انا عايز حاجه بسيطه. روحت انا وندى البيت وانا بفكر مين الراجل ده، بس اللي شاغل تفكيري اكتر اني مش عارف انا عايش مع مين. انا حاسس ان حياتي كلها عباره عن وهم، قاعد في اوضه ضلمه مش شايف اللي حواليا، حتى انا مش عارف انا بسمع كويس ازاي وبحس باعصاب الناس ونبضهم ازاي. انا مش عارف كل ده سببه ايه. غيرت هدومي وانا بقلع، قالت لي انا على فكره مش هبطل اقول لك اني معجبه جدا بالوشم اللي على ظهرك. قلت لها وشم؟ وشم ايه يا ندى؟ قالت لي الوشم اللي على ظهرك. قلت لها انت تعرفيني كويس المفروض صح؟ قالت لي اه. قلت لها طب قولي لي ليه واحد اعمى هيهتم بانه يوشم وهو اصلا ما بيشوفش هو بيوشم ايه؟ قالت لي لا ما اعرفش بصراحه، انت جيت في يوم بالوشم ده وقلت لي انك وشمت بس. قلت له هو مش المفروض انك بتروحي معايا في كل حته ولا ايه؟ قالت لي لا مش شرط، انت على فكره مش محتاج حد معاك عشان تخرج. قلت لها وجهه نظر برضو. طب
اوصفي لي كده الوشم ده. قالت لي بص، في افعيتين، واحد على اليمين والتاني على الشمال، وفي النص في كلب. هو مش كلب، هو اشبه للذئب، تحسه حاجة كده هجينة، وعلى راسه رقم 8. قلت لها هاسكي؟ قالت لي اه هو تقريبا ده، بس انت عرفت منين؟ قلت لها دي معلومة عامة مش محتاجة ذاكرة. قالت لي اه. قلت لها في اي حاجة تانية؟ قالت لي لا مفيش، هو ده بس. بعدها بشوية قالت لي اه صح، في حاجة كمان. قلت لها ايه تاني؟ قالت لي حوالين دراعك اليمين كده في آية قرآنية مكتوبة. قلت لها آية قرآنية؟ قالت لي اه قرآن. قلت لها والآية دي بتقول ايه؟ قالت لي بتقول انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. قلت لها ده ايه ده؟ سورة طه؟ قالت لي مش عارفة. قلت لها لا انا مش بسألك، انا بقولك انها سورة طه. قالت لي طبعا انا مش هقولك عرفت منين، عشان انت اكيد مش عارف انت عرفت منين، او يمكن تطلع حافظ القرآن من ورايا. قلت لها اه طبعا. بقولك ايه، كفاية كلام عليا، يلا بينا على العمارة اللي كان ساكن فيها زايد وسالم. قالت لي ثانية بس، قول لي الأول هو قالك إيه؟ قلت لها ماشي هقولك. قالت لي هعمل كوبايتين شاي وأجيلك. غيرت هدومي لحد ما عملت الشاي، وفعلا شربنا الشاي وحكيت لها على كل حاجة. وبعدين سألتني على اللي حصل لي لما مسكت الخاتم وحسيت بالصداع. قلت لها أنا مش عارف، أنا لما مسكته شفت حاجة زي فلاش باك، بس أنا كنت شايف بمعنى إني ما كنتش أعمى. كنت في مكان فاضي جدا، وكنا بالليل، كنت واقف على الأسفلت شايف بوابة عملاقة. البوابة دي طولها كان طول عمارة مثلا، لونها كان ذهبي، وقدامها طبق او حوض مصنوع من الحجر. طلعت من جيبي حجر لونه ازرق، نفس الحجر اللي ادهولي زايد، حطيته في الحوض ده وبدأت اولع فيه. المشهد اتغير وبقيت في نفس المكان اللي وصفه سالم، اللي هو القصر بتاع فارس اللي المفروض هو خادم الجحيم الصامت والملك السابع. وكنت في الأوضة اللي هي كان فيها الكرسي اللي كان مكتوب فوقه خادم الجحيم الصامت، وكان في شكل مثلث، وانا كنت على الراس بتاع المثلث ده. الراجل اللي كان على يميني كان عمال يردد في الآية اللي انت لسه قايلاها، عشان كده تقريبا عرفت ان الآية اللي موسومة على ايدي آية من سورة طه. واللي على شمالي كان واقف مشبك ايديه في بعضه وبيردد كلام انا مش فاهمه، وشكلنا كنا بنعمل حاجة مهمة جدا. قالت لي بتردد مفهمتوش، طب يلا على بيت سالم وزايد. نزلنا رحنا هناك، فعلا ما اتكلمناش في حاجة مهمة طول الطريق لحد ما وصلنا. لقينا بواب من الواضح ان ده عم سيد اللي لقى الجثث. رحت له انا وهي وقلت له ازيك يا عم سيد، هل انت تعرفني يا ابني؟ قلت له لا بس اديني فرصة اعرفك بنفسي. قال لي اتفضل. قلت له انا محامي اسمي مالك زيدان، ودي ندى صاحب المساعدة بتاعتي. قطعني وقال وانت طالما جيت هنا يبقى انت المحامي بتاع التل القتلة اللي اسمه زايد. يا ابني هو انتوا ما عندكمش ضمير؟ ولا انتوا بتترفعوا عن اللي بيدفع اكتر؟ قلت له عم سيد انا مش فاضي، عايزك تركز في اللي هقوله. زايد لو قتل سالم وعيلته، تفتكر ليه هتلاقي زايد في الشقة بتاعت سالم؟ ليه مش هيكون هرب مثلا؟ ليه ما تقولش مثلا ان لما زايد راح شقة سالم لقى القاتل هناك، ولما القاتل شافه ضربه ضربة خليته يفقد الوعي وهرب؟ ها كده فهمت بقى ولا وضح تاني؟ قال لي لا لا فهمت يا بيه. قلت له يا عم سيد انا مش بيه، انا عايز اعرف ايه اللي حصل. قال لي لا 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 ما حصلش حاجة، هو انا طلعت لقيت الدنيا زي ما انت عارف بالظبط. قلت له يعني ما حصلش اي حاجة تانية؟ قال لي لا 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 ما حصلش. هيحصل ايه يعني؟ هي فين شقة صاحب العمارة؟ قال لي هتلاقيها في الدور الاول علوي شقة رقم 3. قلت له طيب ماشي انا هطلع له. وفعلا طلعته وخبط على الباب، فتح لي شاب. قلت له السلام عليكم. قال لي وعليكم السلام، مين؟ قلت له انا المحامي مالك. قال لي اه انت جاي لقتل القتلة اللي هنا اترفع عنه ها؟ قلت له هو انتوا اغبياء؟ انا اسف في اللفظ، ولا انا اللي ذكي يعني؟ هو لو كان زايد اللي قتل كان هيفضل ليه في الشقة؟ قال لي انت عايز ايه؟ قلت له عايز اتكلم مع والدك شويه صاحب العماره. قال لي هو مش هنا. قلت له طيب انا هتكلم معاك انت، ممكن ادخل؟ قال لي اتفضل. دخلت قلت له انا عايز اعرف كل حاجه عن الموضوع ده. قال لي ما انت اكيد عرفت كل حاجه في النيابه. قلت له سيبك بقى من كلام النيابه، انت عندك حاجات تانية، انا عارف انك ما حبيتش تقولها علشان ما يقولوش عليك مجنون صح؟ بدا يتردد وقال لي لا لا لا. قلت له اديك كمان بتكذب. قال لي عايزني اقول لك ايه، ما انت كمان هتقول عليا مجنون. قلت له يا عم مالكش دعوة، ردة فعلي هتعتمد على مدى صحة كلامك من عدمه، جربني بس. قال لي حاضر. قال لي أنا اسمي ياسر، الموضوع بدأ في يوم ميعاد دفع الشهر الجديد، وعم سالم كان لسه ما جابش الشهر. كان يوم جمعة، بابا بعتني ليه علشان أفكره بالشهر، وطلعت له خبطت عليه ما فتحش. خبطت تاني واستنيت شوية، لأقل من دقيقة لقيته فتح الباب وكان شكله لسه صاحي من النوم. قلت له صحي النوم يا عم سالم، بالمناسبة أنا لما طلعت له كان بعد العصر. قال لي صباح الخير. قلت له صباح النور. خير؟
ايه يا عم سالم، انت لسه نايم؟ ده الساعة 4 العصر، انت ما صليتش الجمعة ولا ايه؟ قال لي لا ما صليتش، اصلي رجعت من الشغل امبارح وما نمتش على طول، فطبعا ما عرفتش اصحى. في حاجة ولا ايه؟ طبعا الكلام ده كله لما سالم رجع من الغيبة الطويلة اللي كان فيها ومراته ما تعرفش حاجة عنه. قلت له الحاج بعتني علشان المفروض ان الشهر كان يدفع من يومين وانت شكلك نسيت. قال لي اه صح معلش، اصل انا لسه راجع والدنيا ملخبطه معايا ومراتي وكده بقى، معلش انا نسيت معلش. حاضر انا هقبض بكره ان شاء الله، وانا مروح هبقى اعدي عليك ادفع الايجار. قلت له حاضر، وانا بلف ونازل. قال لي مش فارقه. قلت له ها، هو ايه ده اللي مش فارقه؟ قال لي لا 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 ما تاخدش في بالك. قلت له ماشي ماشي. وانا نازل قعدت افكر واقول هو كان يقصد النهارده ولا بكره، يعني النهارده من بكره مش فارقه يعني. لما نزلت قلت لابويا على الحوار ده، وابويا بطبعه غلبان قال لي لا نستنى عليه يا ابني، ما ينفعش، وحتى لو ما جابش الفلوس بكره نديله يومين، ربنا وحده اللي اعلم بالناس وحالها يعني. عدت الايام وزي ما ابويا قال هو اكيد ما جابش الفلوس تاني. عدى يوم واتنين وتلاتة ولا حتى رابع يوم ما جابش الفلوس خالص. لما كلمت ابويا في الموضوع بابا قال لي انا ما حسيتش بيه خارج خالص اصلا الايام اللي فاتت. قلت له عرفت ازاي؟ قال لي يا ابني ما انا قاعد في البيت مش بعمل حاجه ولا بخرج، باخد بالي من العماره وخلاص بقى. والدي بالمناسبه على المعاش وطبعا قاعد في البيت بياخد باله من العماره زي ما هو كان لسه قايل. كنت رايح في يوم الكليه، ابويا قال لي يطلع ابني شوفه يمكن جرى له حاجه، بقول لك بقاله فتره ما بينزلش. قلت له حاضر يا حاج. طلعت له فعلا، وانا طالع لقيت صريخ جاي من فوق، كان عم سعيد. طلعت فوق جري لقيته بيقول لي زايد قتل سالم، زايد قتل سالم وعيلته. قلت له انت بتقول ايه؟ طلعت فوق لقيت فعلا اللي بيقوله ده حصل. نزلت جري على ابويا وقلت له على كل اللي حصل. انا فاكر في اليوم ده ابويا طبعا اتخض جامد وقال لي ازاي يا ابني دول جيران وحبايب. قلت له اهو ده اللي حصل، اطلع بص بنفسك، وفعلا ما كانش مصدق لحد ما شاف بنفسه. اتصل بالشرطه والاسعاف وانت عارف بقى الباقي. قلت له ها وبعدين؟ قال لي ولا قبلين هو ده اللي حصل. قلت له انت بتكذب على فكره. قال لي لا 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 انا مش بكدب على فكره. ردت عليه ندى وقالت له لو مالك قال انك بتكدب يبقى انت بتكدب، صدقني هو مش بيغلط في الحاجات دي. قال لي ما انت مش هتصدقني. قلت له مالكش دعوه بقى احكي بس. قال لي ماشي. بعد ما الشرطه مشيت وشمعوا الشقه وفحصوها، انا قلت اما اطلع فوق مش عارف ليه، انا اكيد مش هلاقي حاجه، بس قلت اما اطلع. لمست الباب وبدأت أزق الباب بالراحة. أخدت خطوة لقدام وأنا حاليا واقف على عتبة الباب. شلت الشريط الأصفر بتاع الشرطة اللي بيبقى مكتوب عليه ممنوع الاقتراب ده ودخلت الشقة. شايف الشقة عادية جدا ما فيهاش أي حاجة بصرف النظر عن البهدلة اللي كانت فيها بسبب إن الشرطة كانت بتمشط المكان. سمعت صوت حاجة بتنقط، بلف حوالين نفسي مش شايف الصوت ده جاي منين. الصوت من الواضح إنه مش جاي من الصالة اللي أنا فيها. مشيت في الشقة بحاول أدور على مصدر الصوت، دورت في كل حتة بس من الواضح إن الصوت مصدره مكان واحد بس، الحمام. الحمام المكان الوحيد اللي كنت سايبه للآخر. دخلت الحمام لسه ببص على السقف لقيت نقط كبيرة وكتير بيقعوا في وشي، جزء منهم وقع على عيني وقعت على الأرض من كتر الخضة علشان النقط دي للأسف ما كانتش مية، ده كان سائل أسود مش عارف ايه ده. جريت على الحوض عشان أغسل وشي من النقط الصودا دي، فتحت المية غسلت وشي بس لسه حاسس بالنقط الصودا دي على وشي، مش معقول يكون السقف بينقط عليا تاني يعني. ببص في المراية بتاعت الحمام لقيت النور قطع. دقايق من الصمت. خايف من الشقة بالرغم ان مفيهاش حاجة، بس بمجرد ان انت تفكر في ان الشقة دي اتقتل فيها عيلة كاملة دي حاجة ترعبك لوحدها، بالاضافة كمان للنقط السودا اللي عمالة تنقط في الشقة دي. قطع حالة الجمود اللي كنت فيها ان المكان نور بسرعة، بس نور بنور احمر. لا لا مش المكان، دي المراية هي اللي نورت بنور احمر. شايف وشي فيها، بحرك راسي فيها، راسي مش بيتحرك. ايه ده؟ لا لا ده 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 مش انا، المنظر ده مستحيل يكون وشي. الوش اللي في المرايه كان شبهي بس بشرته سودة جدا، انا بشرتي قمحي، عينيا كان لونها اسود، شعري واقع. في لمح البصر لقيت ايد خرجت من المرايه والشخص اللي انا شايفه في المرايه دي قام مصرخ وشدني من هدومي، خبط راسي في المرايه، المرايه اتكسرت وحاسس براسي بتجيب دم، وفي ثانيه النور رجع تاني.
جريت بسرعة من الحمام وانا عارف ان حاجة واحدة بس اللي المفروض اعملها وهي اني اخرج من المكان ده كله. خرجت من الحمام ورجعت تاني على الصالة، وانا بقرب من الباب سمعت صوت صرخة معرفش مصدرها ايه، ومع الصرخة دي النور قطع من تاني. بدأت انادي واصرخ واقول بصوت مرعوب، هو في حد هنا؟ هو في حد هنا؟ انا مجنون كده، انا مجنون كده، المفروض ان مفيش اي حد هنا. بدأت اسمع صوت همهمات مش عارف مصدرها ايه، وانا بدخن عموما. طلعت الولاعة من جيبي ولسه بولعها عشان الاقي واحد واقف قدامي بيبص لي. وقعت الولاعة على الارض من كتر الخضة، والولاعة وقعت من ايدي واتطفت. حاسس ان راسي كلها بتجيب دم، كل ما احرك عضلات وشي احس ان في وجع والم شديد، اكيد في ازاز دخل في راسي. المكان رجع تاني مظلم مش شايف اي حاجة. بدأت احسس بايدي على الارض مش شايف حاجة. كان كل همي دلوقتي اني عايز اخرج من هنا، مش شايف حتى الولاعة فين. دورت شوية عليها وانا بقول يا رب يا رب الاقيها واخرج يا رب يا رب. ما اكيد صوت الصرخة اللي انا سمعته دوت مش وهم، اكيد في حد هنا معايا ولازم اخرج من هنا بسرعة. وبالفعل لقيت الولاعة، علشان هي يعتبر لما انا وقعت على الارض هي مطرتش بعيد عني. قمت وقفت وبحاول اولعها تاني، وطبعا ما حصلش زي ما بيحصل في الافلام، لا 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 الولاعة ولعت عادي. بس لما وقفت الشقة بدأت تنور، مش عشان خاطر النور جالا خالص، المكان بدأ ينور بنور احمر خافت قوي. دلوقتي انا عايز انقلك الصورة كاملة علشان تشوف المكان في مخيلتك كان عامل ازاي. المكان محمر شوية بسبب النور الاحمر ده، او مهما يكن مش عارف مصدره ايه. الحيطة بدأ يحصل فيها شقوق وكأنها حيطة العمارة قديمة مهددة بالانهيار. الدهان بيقع، الحديد بيصدي، الخشب بيتكسر وبيقع على الارض. الارض بدأ شكلها يتغير، حسيت ان انا مش واقف على سيراميك، حسيت ان انا واقف على ارض بتاعت شقة لسه قيد الانشاء، يعني مش متبلطة حتى، ارض رملية. بدأت اسمع صوت همهمات على صوت واحد بيضحك. الضحكة ما كانش زي ضحكتي او ضحكتك او ضحكة اي حد، الضحكة كانت ضحكة واحد مجنون. عارف انت نوع الضحك ده؟ بدأت امشي كده واتبع الصوت. وصلت للصوت لقيته جاي من المطبخ، بس باب المطبخ كان مقفول. ايدي كانت بتعش وانا بمدها على مقبض المطبخ. قلبي كنت حاسس انه هيخرج من مكانه. دخلت المطبخ، منظره ما كانش يفرق كتير عن الوصف اللي كان بره، بس الحنفيه كانت مفتوحه وبينزل منها حاجه سودا، والشقوق اللي في الحيطان بتاعه المطبخ بدات تطلع حاجات بنفس السائل الاسود اللي كان بينزل من الحنفيه بتاعه المطبخ دي. لقيت واحد واقف جوه مديني ظهره، كان مرسوم على ظهره عين، والعين في منطقه سودا او مكان الدايره السودا اللي هي النني بتاع العين نفسه. كانت دايره بيضة، والدايره البيضة كان مرسوم جواها نجمه خماسيه. فوق العين كان مكتوب جيم صاد ح ألف، وتحت العين كان مكتوب يه ميم ميم ت. وهو عمال يتكلم وانا كمالك عمال افكر في الحروف اللي هو قال عليها دي. قلت له يستنى شوية علشان ما توهش منه. قعدت افكر شوية في الحروف اللي قال عليها، وهي الجحيم الصامت، وده نفس المكان اللي اتكلم عنه زايد وسالم. ده اللي مكتوب، كل الاحرف اللي واخدة الاعداد الفردية بتدي كلمة، والاحرف الزوجية بتدي كلمة تانية. قال لي يعني ايه؟ قلت له مش مهم دلوقتي، كمل كمل كمل. وقال لي الشخص اللي كان مديلي ظهره ده لما لفلي مواصفاته كانت هدوم قديمة، حافي، شعر واقع، عينه بيضة، طوله طول انسان عادي، ماسك سكينة في ايده، ووشه فيه علامات لونها اسود، عينه بتنزف من نفس السائل الاسود. جرى عليا وانا واقف متسمر في مكاني مندهش مصدوم من اللي انا شايفه. مسكني من شعري ورفع السكينة، غمضت عيني وانا بصرخ ومستني قدري. بس في ثانية واحدة مضربهاش فيا، لا 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 مضربهاش فيا، ده ذبح نفسه ووقع عليا وانا وقعت على الارض وهو فوقي عمال ينزف دم. وشي كله بقى دم، هدومي كلها عباره عن لون احمر. زقيته من عليا بفزع شديد، وانا جريت لان جات لي حاله هستيريه. قمت جريت من المكان الغريب ده كله، وانا بجري عمال اقول قتل نفسه قتل نفسه، مش انا اللي قتلته، هو اللي قتل نفسه، انا ماليش دعوه. جيت اخرج من الباب، حد مسكني من رقبتي وقام داب خنجر في ظهري، وقعت على الارض على بطني. الشخص ده اللي طعني لف وجا وقف قدام وشي، كان ماسك ايده خنجر، عارف انت السكينه اللي بيقطعوا بيها الموز، كانت مطرزه ومزغرفه لونها اسود. دي اخر حاجه كنت شفتها قبل ما يغمى عليا. ليه قلت اغمى عليا؟ علشان انا قاعد قدامك دلوقتي، يعني انا ممتش. لكن لما فقت لقيتني نايم في اوضه ليها نفس المواصفات بتاعت الشقه الغريبه دي اللي كان ساكن فيها الراجل اللي طلعت له، متسلسل متكتف. دخل عليا ابويا، بدات انادي عليه واقول له بابا فكني يا بابا فكني، هو احنا في ايه اللي بيحصل؟ بابا ما ردش عليا. وبعدها دخلت امي وقفت جنبه، بدات انادي على الاثنين، محدش برده رد منهم. ودخل اخويا واختي معاهم. بضرب عيني في الحيطه اللي في وشي، لقيت نفس العين اللي شفتها على ظهر الشاب ولا الراجل ولا الكائن اللي شفته ده،
عين بيضة مرسوم فيها نجمة خماسية مكتوب فوقيها نفس الكلام وتحتها نفس الحروف. برضو رجعت أبص عليهم تاني علشان خاطر ألاقي ملامحهم متغير لنفس ملامح الراجل ده، يدهم قديمة متقطعة، شعر واقع، عين بيضة، خطوط سودة في كل حتة في جسمهم، حافيين. كل واحد منهم كان ماسك سكينة. بدأت أخاف وأنادي عليهم وأقول لهم أنتوا هتعملوا إيه؟ هتعملوا إيه بالظبط؟ يا بابا أرجوك، يا أمي أرجوكي، فوقوا بقى. أرفعوا السكينة وأنا نايم متكتف على السرير، قربوا مني هم الأربعة وبقى كل واحد فيهم واقف عند زاوية من زوايا السرير. رفعوا السكينة اللي كانوا ماسكينها وغرزوها في كل طرف عندي. أبويا وأمي غرزوها في إيدي الاتنين وأختي وأخويا في رجليا. صرخت طبعا من كتر الألم وكنت بموت. الألم اللي كنت حاسس بيه ما كانش طبيعي. الأول دماغي، دلوقتي إيدي ورجلي. لقيت ياسر بيقول لندى لو مش مصدقاني حتى بصي. حسيت بنبضات ندى بتزيد. قالت له مش انا اللي هيقرر انك بتكذب او لا، مالك اللي عنده القرار ده مش انا. قال لها برضه يمكن لما تشوفي انت تصدقي اكتر. قالت له صدقني مالك مش هيحتاج رأي علشان يصدقك او لا. كمل ولا كلامه. قال حاسس بدمي بيتسرب من كل حته في جسمي، من راسي ومن اطراف جسمي، انا مش عارف هم ليه عملوا فيا كده. فجأة طلعوا سكينة تانية من جيبهم وانا متخيل ان هما هيغرزوها فيا تاني في نفس المكان. لقيتهم رفعوا السكينة وذبحوا نفسهم. مش فاهم في ايه، مش فاهم انا ايه اللي بيحصل لي، انا عايز اهرب، انا عايز اخرج من هنا، انا مش فاهم في ايه المكان ده. وعايز انقلك الصورة كاملة. ايدي مفرودين على السرير مغروزين فيهم سكينة مخترقة، ايدي ومغروزة في الخشب بتاع السرير، رجلي برضو نفس الكلام. بدأت اهز جسمي وانا نايم على السرير. بدأت اقول لنفسي انا عارف ان ده هيوجعني بس انا لازم افك السكاكين دي من ايدي. بدأت استجمع قوتي وانا بحاول ارفع ايدي علشان السكينة تخرج بس هي كانت ماسكة جامد في خشب السرير. من كتر الالم بحاول افك ايدي من السكينة. عيطت من كتر الالم طبعا، كنت بموت. حاسس بعروقي بتبرز وانا بحاول افك السكينة وفعلا قدرت افكها من مكان الخشب بتاع السرير بس هي لسه في ايدي. مسكت طرف السكينة ببقي وبحاول اخرجها من ايدي. كان منظر بشع في غاية الألم وقدرت أخرج السكينة من إيدي. إيدي بتترعش جامد وأنا بحركها عشان أفك السكينة من إيدي التانية وفعلا فكتها. قعدت على السرير وأنا مش عارف أتحرك، أنا لسه متسلسل بالحديد وبحاول أوصل للسكين اللي في رجلي وفعلا قدرت أفكهم. وقعت على الأرض اكتشفت إني ما كنتش مربوط والربطة الحديد ما كانتش محكمة. لا دي السلسلة الحديدية اللي كانت ملفوفة عليا، يعني كانت أي كلام، مش ممسوكة بقفل أو بحاجة مثلا. بدأت ألف نفسي على الأرض لحد ما فكيت نفسي، شايف دمي هو بيتصفى على الأرض وبدأت أعيط وأنا مش عارف أعمل إيه. هما ماتوا فعلا ولا أنا بتوهم؟ ما هو أنا أكيد بتوهم، مفيش حاجة كده في الدنيا. بدأت أحاول أتساند على الحيطة وأنا مش عارف أقف على رجلي وحاولت أخرج من الشقة. المرة دي خرجت من الشقة بتاعتي عادي من غير ما حد يجري ورايا أو يحاول يقتلني. نزلت على السلالم وأنا ماسك في الترابزين بتاع السلم، رجلي مش شايلاني. وقعدت وأخدت السلالم كلها وقوع وكأن الطين كان ناقص بلة. حاولت اقف تاني بعد كل الالم اللي انا فيه ده والمكان نسخه من الشقه، حيطان مقشره، حيطان متشققه، خارج منها سائل اسود بس الجديد ان في حشرات اشكال والوان غريبه، صوتهم وحش جدا. انا زي ما قلت لك انا ساكن في الدور الاول علوي. مشيت ناحيه باب العماره علشان اهرب من المكان اللي انا فيه ده. وقفت قدام باب العماره مديت ايدي عشان امسك الاكره بتاعت الباب. سمعت صوت بنت من ورايا بتنادي عليا. الصوت ده عارفه بس انا مش عارف اميزه. هو كان صوت عمال ينادي عليا جامد من بعيد، تحديدا الصوت مش جاي من الدور اللي انا فيه، الصوت بينادي عليا من بعيد. يعني الصوت ده في دور من الادوار اللي فوق، يعني المفروض عليا ان ايه، كنت امشي ورا الصوت ولا المفروض اني اخرج؟ لقيت صوت من جوايا بيقول لي ياسر اخرج يا ياسر. مين ده اللي هينادي عليك في المكان الغريب ده؟ اكيد مش حد هيساعدك، اخرج. مسكت اكره باب البيت، لفيتها الاكره وفتحت الباب، لقيتني رجعت تاني شقه سالم. ازاي كل ده حصل؟ انا كنت واقف قدام باب العماره. لا 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 انا مش عبيط عشان اتوه. اقسم بالله انا كنت واقف قدام الباب بتاع العماره. خرجت من الشقه نزلت للدور الارضي ووقفت قدام باب العماره. بدات اكلم الباب زي ما اكون بكلم شخص قدامي. بدات اقول بقولك ايه، انا شايف باب عماره، ازاي اخرج منك الاقيك بتفتح على الشقه اللي في الدور الثامن؟ فتحت الباب على امل اني اخرج من العماره الشؤم دي بس لا، الظاهر اني مش مكتوب لي اني اخرج. لقيت نفسي تاني جوه الشقه بتاعت الدور الثامن بتاعت سالم ولسه صوت البنت دي اللي مش عارف اميزه لسه بينادي عليا بيستنجد بيا من كتر جنوني. بدات اصرخ واقول اسكت انتي انت مين؟ المكان ده انا عايز اخرج من المكان ده. جت لي حاله جنون، كل ما اجي افتح باب العماره الاقي نفسي بفتح باب شقه سالم، كل ما افتح باب العماره الاقي شقه سالم. من كتر الجنان بقيت اقول لنفسي انت مين. وقعت على الارض في حاله هستيريا، ضمم رجلي على جسمي ومحوط نفسي بايدي، مش عارف انا فين، مش فاهم اللي بيحصل لي، البنت لسه بتنادي عليا. فقت من حاله الجنون اللي انا فيها دي وقررت اني ارجع للصوت امشي وراه لحد ما شفت مين اللي بينادي عليا. طلعت السلالم، انا مش عارف انا طالع لحد فين بس كل اللي انا بعمله اني ماشي ورا الصوت.
فضلت ماشي ورا الصوت لحد ما وصلت للدور الثامن. الصوت جاي من شقة سالم. عشان تبقى الصورة عندك كاملة يا أستاذ مالك عن الشقة، الشقة بيبقى فيها أوضتين، واحدة كبيرة والتانية حجمها متوسط. بالتحديد الصوت كان جاي من الأوضة الكبيرة، الباب بتاعها كان مقفول. الصوت أو البنت اللي كانت جوه كانت بدأت تعيط. أنا خايف مش عايز أدخل وعايز أخرج من هنا أو أموت. أنا عايز أموت مش عايز أدخل. قربت من الباب، فتحت الباب، لقيت بنت متعلقة على الحيطة ومرسوم على الحيطة العين اللي حكيت لك عليها يا أستاذ مالك، والبنت متعلقة عليها، وشها كله دم، راسها بتجيب دم من كل حتة، بقها بيجيب دم، عينيها بتنزل دم، وجروح في كل حتة بتنزل دم. هدومها كانت قديمة ومتقطعة. لقيتها فجأة بتقول ياسر انت جيت يا ياسر، ارجوك قولي انك جيت، انا مش شايفة خالص، في حاجة منعاني من اني اشوف، ارجوك فكني فكني ارجوك يا ياسر، لو انت جيت ارجوك فكني قبل ما يجي، انت مش عارف هو هيعمل فيا ايه، انا اتعميت. لا 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 انا متعميتش انا متعميتش، لا 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 انا اتعميت، انا مش شايفه حاجه يا ياسر. انا زعقت وقالت انا عايز امشي من هنا. فجأة لقيتها بتتكلم بصوت هادي تاني وبتقول لي ياسر ارجوك الحقني. لقيتها بتصرخ مره واحده تاني بتقول لا 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 شكله هو اللي جه، انا خلاص ميتة، انا كنت حاسه انك مش هتيجي وانك هتسيبني. قربت منها وانا مش عارف مين دي واعمل لها ايه، ومش قادر اميز مين دي، والدم غرقها والجروح اللي فيها كتير لدرجه مخيفه، لدرجه اني كنت متسمر ومكاني مستغرب انها لسه حيه اساسا. فضلت واقف مكاني لحد ما خرجت من التسمر اللي كنت فيه. قلعت التيشيرت اللي كنت لابسه كومته علشان اقدر امسح الدم اللي على وشها. قربت منها وبدات احط التيشيرت على وشها، صرخت وبدات تجيلها حاله فزع وتقول لا 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 ابعد عني، انا مش عايز اموت، ارجوك سيبني، هعمل كل اللي انت عايزه بس ارجوك سيبني، ما تعملش فيا حاجه ارجوك. خدت خطوتين لورا كده من الخضه، قلت لها اهدي اهدي انا ياسر اهدي، انت مين، انا سامعك بتنادي عليا، انت مين بالظبط؟ قالت لي ياسر انت جيت يا ياسر، كنت حاسه ان كلامه غلط، انا كنت متاكده انك هتيجي، انا عارفه انك عمرك ما كنت اناني يا ياسر، انت ما تردش ليه عليا. فجاه لقيتها اتعصبت وصوتها تخن، اكاد اقسم ان الصوت اللي كنت سامعه منها ما كانش صوت بنت. قالت لي انت هتموت يا ياسر انت هتموت يا ياسر. ضحكت تاني بصوت عالي وهديت تاني وبتقول هو انا بدات اتخيل ولا ايه؟ قلت لها لا 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 انت مش بتخيلي ولا حاجه، انا موجود هنا اهو، انا موجود مسبتكيش، بس انا لازم اعرف انت مين، انت عارفاني منين، انا مش عارف اميز الكلام او الصوت، بس في الفتره دي انا ما كنتش مهتم اعرف مين اللي قدامي على قد ما كنت عايز اساعدها. بدات امسح وشها من الدم ومسحت عينيها كده من الدم، لقيتها بتقول الحمد لله انا ما اتعمتش، انا ما اتعمتش الحمد لله يا رب، امال انا ما كنتش شايفه ازاي؟ بس لها ازاي انتي ازاي انتي ازاي انتي ايه اللي جابك هنا؟ انتي مين اللي جابك هنا ومين اللي عمل فيك كده؟ نهى انتي ايه اللي جابك هنا يا نهى؟ انا زي ما كنتش عارفه اميز صوتك. نهى دي المفروض انها واحده صاحبتي في الجامعه، هي قريبه مني، يعني اكتر واحده قريبه مني في اصحابي كلهم. معرفش هي ايه اللي جابها هنا، ولا انا بتخيل، ولا انا فين بالظبط، هو انا سبت العماره، ولا انا لسه فيها، ولا انا شربت حاجه بتخليني يتهيأ لي حاجات، انا مش عارف، انا لسه مش مصدق انها هنا في عمارتنا. طب وهي ليه في شقه سالم وعلاقتها اصلا بالشقه واللي فيها؟ قالت لي انت سبتني، انت كنت بتحاول تهرب، انت ازاي كنت عايز تسيبني وتمشي، انت جيت لي عشان خاطر انت معرفتش تهرب، فقلت انك تيجي لصوت وخلاص بقى. هو قال لي كده، انت ازاي بالانانيه دي؟ ما بقتش عارف ارد عليها اقول لها ايه، كانت منفعله عليا قوي وعماله تزعق فيا، وهي بتزعق كان شكلها بدا يتحول من شخص عادي زيي وزيك يا استاذ مالك لنسخه من الناس الغريبه اللي كنت بحكي لك عليها. بدات اخد كام خطوه لورا وفجاه لقيتها نطت عليا وبتقولي انت ازاي جالك قلب تسيبني وتحاول تهرب، ده احنا اصحاب يا اخي، حتى انت ازاي كنت عايز تعمل فيا كل ده رغم انه كل ده بسببك انت، كله من تحت راسك انت. بعدتها عني بجسمي ورميتها بعيد وبدأت تقول أنا آسفة يا ياسر، أنا مش عارفة أنا مالي، أنا في حاجة غريبة، مش عارفة أنا مالي، أنا مش طبيعية. وبدأت تزعق تاني بصوت تخين وتقول لي أنت هتموت يا ياسر، أنت وأبوك وكل اللي في العمارة، أنت هتموت، أنت هتموت بالذات موتة بشعة يا ياسر، بس أنا هتدفع التمن غالي قوي، مش هيسيبك ولا أنا هسيبك، أنت إزاي دمرت حياتي وكنت بتحاول تهرب وأنا بستغيث بيك، أنت جالك قلب منين تحاول تهرب وتسيبني؟ انت بدات تجري عليا، لفيت وبحاول اهرب منها، وبدات تكون نسخه من الناس اللي كنت بحكي لك عليهم وبتقول انا مش هسيبك يا ياسر، هقتلك يا ياسر، الصامت هيبلعك، الصامت هيبلعك يا ياسر، انت مش هتخرج من هنا ولا انا هخرج من هنا. فاقل حاجه اعملها لك اني اقتلك يا ياسر. وانا بجري وهي بتتحرك ورايا، وفجاه سمعت صوت زماره مزعجه قوي، وكل ما اعدي على شقه في الادوار كنت بلاقي ناس نسخه منها بيجروا ورايا
برضو الناس دي مالها؟ استمر الوضع على كده لحد ما وصلت للأرضي ولقيت أبويا وأمي وإخواتي خرجوا هما كمان بيجروا. ثانية واحدة، ثواني، الناس دي كلها مش بتجري ورايا، الناس دي كلها بتجري معايا، الناس دي كلها مش عايزة تمسكني، الناس دي كلها بتجري زي ما يكون بيهربوا من حاجة أنا مش فاهم في إيه. وصلت لباب العمارة وأول مرة باب العمارة يفتح على الشارع أخيرا. الدنيا كانت مظلمة مفيش نور، المكان منور بنور مشاعل، نار. الناس اللي كانت بتجري معايا دي كانت ماسكة مشاعل. حاولت اجري بالرغم اني مش عارف حتى اقف على رجلي، كنت كل ما اجري على شارع الاقي ناس تانية بتنضم لينا، ناس شبههم برضو، كلاب وقطط، والناس دي بتجري زي ما يكون ابليس بيجري وراهم. انا زي ما بقولك الناس دي ما بتجريش ورايا، لا، لحد ما سمعت صوت احتكاك حديد بالارض. شارع من الشوارع اللي قدام كان فيه صوت مستفز جدا، صوت احتكاك حديد بالارض عشان يظهر واحد عملاق طويل قوي بتاع حوالي 3 متر بيجر في ايده خطاف كان شكله تقيل جدا عليه، ما كانش عارف يشيله حتى، كان بيجر وراه. وفجأة لقيت الناس والحيوانات اللي كانت بتجري وقفت، تحس انهم فقدوا الامل من انهم يهربوا من الحاجة اللي خايفين منها دي. لقيت نوع حاطط ايديها على كتفي، بعدت عنها وترميت على الارض وانا فاكر انها عايز تقتلني، خاصة انها كانت ماسكة سكينة في ايديها. انا مش عارف مالها، تحس انها اتجننت، ساعات تحسها هادية وساعات تنفعل، تلاقيها فجأة بتعيط وفجأة تلاقيها بتضحك، بس المرة دي كان شكلها طبيعي جدا عادية زي بالظبط. قالت لي فوق يا ياسر، فوق يا ياسر، اصحى يا ياسر، انت تقدر تتغلب عليه، اصحى يا ياسر. كان الطويل ده كان بدا يجري علينا كلنا، وبصيت لها وقلت لها ايه هو في ايه، انت مين، اصحى، انت بتقولي ايه؟ لقيتها زعقت وبتقول اصحى يا ياسر اصحى، وقامت ضرباني قلم على خلقتي وهي بتضربني بالقلم في المكان الغريب ده. لقيتني بصحى عليها وهي رافعه ايديها وبتحاول تضربني بالقلم تاني. لقيتني قاعد في المستشفى، لقيت نهى بدات تعيط وتقول يا حاج ياسر صحى، ياسر صحى يا حاج، ابنك فاق. سامع صوت ابويا جاي من بره وبيقول الف حمد وشكر ليك يا رب، الف حمد وشكر ليك يا رب. ابويا بدا يضحك من كتر الفرحه وكان بيعيط، بس ضحكته اتغيرت شويه، مش ضحكه بابا الوديع اللي دايما بسمعها منه. دخلي وبيقول لي وهو بيضحك، الجحيم الصوت مش هيسيبك يا ياسر، استسلم يا ابني استسلم انت هتموت. فجأة لقيت المستشفى الدهان بتاع الحيطان بتاعها بيقع والحيطة بدأت تتشق من تاني وبيخرج منها سائل غريب، وبحرك ايدي لقيتها متسلسلة من تاني والدنيا شكلها بدأ يميل للإحمرار. كل اللي كانوا موجودين في الأوضة شكلهم بدأ يتغير، ودم في كل حتة، هدوم متقطعة وشهم متشقق، شعرهم واقع، وعلى الحيطة اللي قدامي نفس العين اللي حكيت لك عليها، بس المرة دي الحروف مش موجودة ومكتوب جملة تانية، الجحيم الصامت يرحب بكم. لحد ما دخلت عليا واحده شكلها ست عاديه جدا ما فيهاش اي حاجه غريبه، بس انا اتعودت ان اي حاجه طبيعيه في المكان ده مصيرها تتحول، عشان كده رغم اني كنت نايم على السرير ومتكتف بس كنت واخد وضع الاستعداد كده اللي هو انا ممكن اجري في اي لحظه. قالت لي ازيك يا ياسر، قلت لها انت مين؟ قالت لي انا مفتاح خروجك من هنا. قلت لها هنا ده اللي هو فين؟ قالت لي ما انت لسه قاري الجحيم الصامت يا ياسر. قلت لها ايه انت بتقولي ايه انت كمان؟ قالت لي انت سمعتني كويس. دخل من وراها حاجه كده ضخمه مش عارف اقول عليها ايه، راجل كده طول بعرض ضخم عضلاته لا مثيل لها، لابس حاجه زي خوذه كده، بس اللي انا لاحظته ان هي دي راسه، ما عندوش راس تانية، لا هو لابس خوذه على المكان بتاع راسه، تحس ان هي راسه فعلا. كانت شكلها مثلث كده شويه، الصراحه انا خفت من المنظر لما شفته. قالت لي مالك بس بالراحه، ما تخافش انت لو سمعت الكلام هتخرج من هنا وهترجع حياتك عاديه جدا، لو ما سمعتش الكلام يبقى انت هتلعب معاه كتير قوي، تقريبا ال100 سنه اللي جايه مش هيلاقي لعبه يتسلى بيها اكتر منك. قلت لها بدون تفكير عايزه ايه، اموري عايزه ايه؟ قالت لي رساله صغيره عايزاك توصلها. قبل ما ياسر يكمل الحكايه كنت قاعد لقيت تليفوني رن، قلت له استنى تستغربش ثواني بس، الموبايل بتاعي فيه اب بيخليه يقول اسامي الشخص اللي بيتصل علشان اكيد انا مش هعرف الاسامي بتاعت الناس اللي هتتصل. فسمعت الموبايل بيقول سعيد، فتحت الموبايل لقيت سعيد بيقول لي الحق يا متر ازاي تحاول ينتحر. قفلت الخط واستأذنت من ياسر بسرعه، قلت له هجيلك تاني، اخدت ندى ومشيت وطلعت على السجن. دخلت المأمور السجن وانا متعصب منفعل بقول له ايه التهريج اللي انتوا فيه ده، ازاي سجين عندكم يحاول ينتحر، انا هخرب بيتكم وانت شخصيا هوديك في داهيه. حاول يتكلم بالراحه ويهديني ويتاسف لي ويقول لي مش هتكرر تاني. قلت له تخيل لو السجين ده مات كنت هتقول لي اسف؟ قال لي انت زعلان ليه كده، في ايه الراجل ده قتل 3 يعني هو كده ميت. قلت له يا سلام يعني ده يديك الصلاحية انك ما تاخدش بالك منه، وبعدين الراجل ده بريء وانا عارف انه بريء وهتشوف انا هوديك في 60 ده ازاي. دخل عليا سعيد وقال للمأمور ممكن لو سمحت حضرتك تسمح لي بس اتكلم معاه شوية، زعق فيه وقال له اتفضل.
قعدت مع سعيد قلت له في ايه؟ ايه اللي حصل ده بالظبط؟ قال لي احنا ما نعرفش حاجه لسه يا استاذ مالك، احنا كل اللي نعرفه ان العسكري كان بيمر في الساعه اللي في الدوريه بتاعته بالليل عشان يتاكد ان كل حاجه تمام. لما عدى من قدام زنزانه زايد زي ما انت عارف هو في حبس انفرادي، بيبص من الفتحه بتاعه الباب عشان يتاكد ان كل حاجه تمام، لقى زايد متشعلق وجثته رايحه جايه يمين وشمال. جرى بسرعه على الحارس اللي بيبقى معاه المفاتيح، خد منه المفاتيح وراح فتح باب الزنزانه، ولحسن الحظ كان لسه حي. وبعدين كلمه مأمور السجن وكلموني وانا كلمتك. قلت له بس كده؟ قال لي اه بس كده. ديت على العسكري اللي بيبقى واقف على مكتب المأمور عشان اخليه ينادي على المأمور، وبالفعل المأمور جه. قلت له انا عايز اروح الزنزانه اللي كان فيها زايد. قال لي ما ينفعش. قلت له ليه؟ قال لي انت كده محتاج تصريح. قلت له طب خلصني بدل ما اقسم بالله العظيم اعمل لك مشكله وانت اكيد عارف انا مين واقدر اعمل ايه. لقيته بيقول انت مين يعني؟ محامي مشهور ليك علاقاتك، بعيد عن المهنه بقالك 4 سنين بسبب حادثه انت مش فاكر منها اي حاجه، يعني تقريبا الناس نسيتك. قلت له ما شاء الله ده انت مذاكر. قال لي طبعا. قلت له طب دخلني الزنزانه وما تجربنيش عشان صدقني انت اللي هتتاذي في الاخر. قال لي انا مش هدخلك خوف منك، لا انا هدخلك عشان بس الموضوع ده غلطتي. قلت له مش مهم السبب، انا عايز ادخل وخلاص. قال لي ماشي. خدني فعلا على هنا وقال لي انت دلوقتي واقف قدام الزنزانه، خطوه لقدام هتبقى على عتبه الباب، سامع صوت من قريب بيقول لي انت مش ناوي تدخل يا مالك. الصوت ده ما كنتش مركز طالع من مين، بس انا كنت سامع كويس عمال يقول لي ادخل يا مالك، يلا يا مالك ادخل. قلت حاضر حاضر هدخل اهو. ايه الصوت ده؟ صرخ فيا جامد وقال لي ما تدخل بقى، وقام زقني في كتفي. الطبيعي ان لما حد يزقني اني ادخل الاوضه، انا زي ما قلت لك انا كنت واقف على عتبه الاوضه، بس لا انا كنت عامل زي اللي واقف على حافه وحد زقني فبقع، زي ما يكون الزنزانه كانت محفوره او مش زنزانه. انا عامل زي اللي نط من على حافه بير، انا مش عارف في ايه، بس انا فاكر اني فضلت اقع تقريبا لمده 5 دقايق. ده معناه ان المكان عميق جدا، ما تستقلش بالمده الصغيره، لا الانسان وزنه تقيل فالمفروض انه بيقع اسرع من كده. 5 دقايق ده رقم كبير بالنسبه لجسم الانسان، لحد ما اخيرا اتصدمت بميه. ميه. كان كلامي صح في الاول، انا حاسس اني كنت بنط من فوهة بير مثلا، بس الاغرب من كده ان انا شايف، انا شايف، مش عارف ازاي ما تسالنيش انا، بس انا كنت شايف. فرحتي زادت لما قلت لنفسي ما انت لما بتنام بتحلم عادي، وايقنت ساعتها اني بحلم. زي ما بقول انا كنت بشوفه كاني مثلا عينيا فيها فلتر احمر، كنت بشوف الدنيا لونها احمر بس علشان المكان منور احمر. انا حسيت ان دي طريقه اللي انا بشوف بيها، مش عارف ازاي، بس انا مهما يكن انا فرحان جدا اني بشوف بغض النظر عن الطريقه اللي انا بشوف بيها. شفت حاجه بتقع من فوق اقرب لجسم انسان مربوط بحبل ونزل على دماغه. اتفزعت ورجعت لورا بسرعه، مش عارف ايه اللي بيحصل ده، بس عادي الواحد اتعود على الحاجات الغريبه دي. فجاه لقيتني بتشال وانا واقع على الارض، واللي بيشيلني كان بيشيلني من ياقه البدله وكان بيحاول يسندني. وبعدين سمعت صوت بيقول مالك يا مالك مالك يا حبيبي يا مالك فوق يا مالك. فجأة لقيتني تاني مش بشوف، وانا قاعد وساند على الارض بركبتي وايدي، مش حاسس بمية حواليا. حسيت بايد على وشي وسامع نبض حد سريع جدا كأنه خايف عليا، وحسيت بالايد دي لايد انثوية، اكيد دي ايد ندى. قعدت تقول لي مالك يا مالك انت جرالك ايه انت كويس؟ قلت لها هو حصل ايه؟ قالت لي مش عارفة، انت يوم دخلت فقدت توازنك وقعت على وشك. سندتني ونقلتني لأوضة المأمور، لقيته داخل عليا وبيقول لي اتفضل الليمون. قلت له بعصبية مش عايز زفت. قال لي ده جزاتي يعني؟ قلت له هو فين زايد؟ قال لي في المستشفى. قلت له عايز اروح له. قال لي هو لسه مغمى عليه ومتعلق له محاليل. قلت له طيب المفروض انه يفوق امتى؟ قال لي مش عارف. قلت له تفضل متابع حالته ولما يفوق تتصل بيا من فضلك. قال لي حاضر. هتعمل ايه في اللي حصل؟ انا فهمت انه بيتكلم على التهديد اللي انا هددته له. قلت له يا عم انت في ايه ولا في ايه؟ اتعاون بس معايا وكل حاجة تبقى زي الفل. قال لي ماشي. خدت ندى وروحت وسعيد مشي. حكيت لها طبعا على اللي انا شفته وعلى اللي حصل، بس المرة دي حسيت ان نبضات قلبها مش طبيعية لما قلت لها اني كنت شايف، وده للأسف ليه اكتر من تفسير عني. يا اما هي خايفة عليا، يا اما هي مفزوعة من اللي سمعته، يا اما مش عايز اروح للاحتمال التالت، بس مصيري هعرف، مش عايز اظلمها وانا مشفتش منها حاجة وحشة لحد دلوقتي. ليلة طويلة مريت بيها، رغم كل ده ما نمتش، كنت قاعد بفكر في كل اللي حصل، مش فاهم في ايه، حاسس ان في لعبة كبيرة انا بمر بيها، وفي حاجات كتير ملهاش سبب ومش منطقية. حتى لو زايد عرف يكذب عليا علشان ينجي نفسه وياخد تخفيف حكم ويترحل على مستشفى المجانين بدل ما يتعدم، طب هو ليه ياسر ابن صاحب العمارة هيكذب كمان؟ طب حتى لو هو كذب انا اكيد مش هكذب على نفسي، غصب عني عيني غفلت ونمت.
حالة امتحان غريب كان كالتالي: لقيت نفسي واقف جوه أوضة في مستشفى وشايف واحد نايم على السرير، مش عارف مين ده، وشه كله كان ملفوف بالشاش ودراعاته كلها مفرودة ومتعلقة كأنها مكسورة، لحد ما لقيت اتنين داخلين مش شايف ملامحهم. اللي داخلين كانوا بنت وشيخ، عرفت منين انه شيخ؟ كان لابس جلابية كحلي طاقية ومربي دقنه وماسك سبحة في ايده بيسبح بيها. الغريب في كل ده انهم مش شايفيني ولا كأني موجود اصلا. بدأت انادي عليهم ومن الواضح ان هم مش سامعيني برضو، لحد ما قال لها انا اسف مش عارف اخرجه منه، وبيشاور على الراجل اللي نايم على السرير. قالت له: يعني ايه؟ امال انا جبتك هنا ليه؟ قال لها: في عهد بين الاتنين. قالت له: يعني ايه؟ لا يعني انا مينفعش اخرجه من غير موافقة الاتنين. قالت له: امال انت كده هتعمل ايه؟ قال لها: ممكن اختمه فيه بحيث ان قدرات الملك ما تظهرش كلها. قالت له: ماشي اعمل كده، كفاية اللي مر بيه. لسه هيرد عليها قمت صحيت من النوم على صوت الموبايل بتاعي وهو بيقول بصوت مكسر: المأمور المأمور المأمور. قلت: يا دي القرف. رديت عليه لقيته بيقول لي: زيد فاق تعالى بسرعة، وقفل الخط ما استناش حتى ان يرد عليه. لبست هدومي وخدت ندى وطلعت على مستشفى السجن. هي الحقيقة بتبقى عيادة اقرب منها المستشفى. قلت للدكتور اللي هناك: هو فين؟ قال لي: انت مين؟ قلت له: انا المحامي مالك ودي ندى. هو فين زايد؟ قال لي: اه المأمور قال لي ادخلك لما تيجي، تعالى ورايا. فعلا مشيت انا وندى وراه لحد ما دخلنا اوضة سامع فيها دقات قلوب لبتاع حوالي 12 شخص. هي كده مش اوضة انفرادي اكيد، لا دي اوضة مجمعة. زايد شافني وقال لي: انت جيت؟ قلت له: اه انا جيت. قال لي: على فكرة انت كده حسابك تقل معايا، هديك اللي انت عايزه بس تساعدني. قلت له: ماشي، قول لي بقى ايه اللي حصل. قال لي: اخر مرة بعد ما انت مشيت العسكري اخدني علشان يرجعني الزنزانة تاني، انا كنت في زنزانة انفرادي. قلت له: اه من عارف كمل. قال لي: واحنا ماشيين في الممر الكبير اللي بيودي في الاخر على الزنزانات النور قطع. ضحكت كده وقلت له: ايه يا دفعة، هو النور بيقطع عندكوا هنا كمان؟ مردش عليا. قلت له: طيب هنعمل ايه؟ مردش برضو. انا متاكد انه كان معايا علشان انا حاسس بايده وهي ماسكه دراعي. قلت له: يا عم ترد عليا، هو انت مخصمني ولا ايه؟ فجاه لقيته بيمسكني جامد من ايدي. قلت له: يا عم ما تخافش وانا اهرب منك، اروح فين يعني بالراحه. لقيته مسك ايدي بطريقه انشف شويه. قلت له: على فكره انا دراعي بدا يوجعني، في ايه؟ فجاه لقيت دراعي بيحرقني وكان الراجل ايدي دي مصنوعه من نار مثلا. صرخت ما قدرتش استحمل، وبعدين ما حسيتش بايد مسكاني، وفجاه النور رجع. بس ما كانش طبيعي النور، اللمبة البيضة بقت تتحول بقدرة قادر للمبة حمراء، والمكان بقى أحمر، الحيطان كأنها قديمة مع إني شفتها قبل كده، الحيطان ما كانتش كده قبل كده. لقيت فيها شروخ وكسور وبترشح سائل أسود، الأرض مش بلاط، الأرض بقت طوب ورمل وحاجات زي كده. الوصف اللي أنا سامعه دلوقتي مش غريب عليا خالص، ده نفس الوصف اللي ياسر وصفهولي أو شبهه على الأقل. قال لي: منظر السائل الأسود ده وهو بينزل على الأرض وبيخرج من الحيطة مقرف قوي، منظر عينك ما تستحملوش. آسف ما كنتش اقصد اتكلم على النظر. قلت له: يا عم ولا يهمك مفيش مشاكل كمل بس. قال لي: فضلت ماشي في الممر اللي انا فيه لحد ما وصلت للممر اللي بيبقى على يمينه وشماله زنازن المساجين، سامع اصوات غير ادميه جايه من جوه، صوت همهمات على صوت عويل على صوت حيوانات، لحد ما عديت من جنب زنزانه لقيت واحد طل بدماغه منها فزعني، وقعت على الارض من كتر الخضه. قلت: سلام قول من رب رحيم. لقيته بيقول لي: ارجوك أرجوك ساعدني، أرجوك خرجني من هنا، أنا مش قادر أستحمل أكتر من كده، أرجوك خرجني. الراجل كان بيتكلم بهدوء مريب، وشه كله كان دم، عينه مفقوعة، تحس إن هو بدأ يتحلل وهو واقف، في كسور في وشه يخرج منها نفس السائل الأسود. قلت له: في إيه يا عم أنت مين؟ قال لي: مش مهم، المهم ان انت اتبعت لي من السماء، ارجوك ساعدني. قلت له: حاضر حاضر. اول ما قلت كده لقيت ناس برضو في باقي الزنزانات بيقولوا: ساعدنا، وانا كمان ارجوك، وانا كمان ما تسيبناش هنا ارجوك، احنا بنتعذب بقالنا كتير. قلت له: عن ابو الداخليه اللي بتعمل كده في الناس يا جدع. رد واحد وقال لي: داخليتي مش الداخليه. واحد تاني قال: هو ايه الداخليه دي؟ يعني ايه الكلمه دي؟ هما زي الغفر عندنا كده؟ واحد تاني رد قال: يا جماعة أنا عارف الداخلية دي، الداخلية دي زي الحرس بتاع العمدة اللي بيقبضوا على الناس. من كلام الناس دي تحس إن هي ما شافتش القرن الواحد وعشرين معانا مثلا، الناس من طريقة كلامها تحس إنهم من عصور قديمة، أو على الأقل دي كانت موجودة من قبل ما يكون في حاجة اسمها شرطة أو داخلية. بس لو الناس دي كده إزاي هي هنا في السجن بتاع الشرطة؟ أسئلة كتير ما كنتش لاقي لها إجابة. زعقت فيهم وقلت لهم: أنتوا مين ومين اللي عمل فيه وكده؟ قالوا لي: الخادم. قلت له: خادم؟
انا سمعت الاسم ده قبل كده. قلت له احنا فين بالظبط؟ هو مش احنا هنا في سجن؟ قال لي اه احنا في سجن. قلت له امال ايه بقى؟ قال لي لا ما احنا مش في سجن الحكومة. قلت له امال فين؟ قال لي احنا في سجن الجحيم الصامت. لا 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 مش ممكن. انا كنت رايح الزنزانة بتاعتي دلوقتي، انا عملت كل اللي طلب مني، انا كتبت القصة وبعتها، مش ذنبي ان محدش راح. مش معقول، من كتر الصدمة من المكان اللي انا فيه اغمى عليا، وعدت فترة معرفش قد ايه، لقيتني نايم على الارض وساند كده بظهري على الحيطة. لما فقت كانت كل حاجة لسه زي ما هي، بس المرة دي كان في اخر المر ست واقف وراها حاجة ضخمة، مش شايف ايه ده ولا عارف اوصف ايه ده. اه ان في اضاءة حمراء، بس برضه ما انا مكنتش شايف كويس منها. شاورت البتاع الضخم ده وقالت له خده على السجن بتاعه. قلت لها سجن ايه؟ سجن ايه؟ في اللحظه دي افتكرت شكل الناس اللي كانت في السجون واللي حصل فيهم، اترعبت بمجرد التفكير ان ممكن اكون واحد من الناس دي. لقيت البتاع ده بيتحرك ناحيتي، ولما قرب عرفت ان ده المسخ اللي سالم كان بيكتب عنه. ساعتها بس افتكرت هو يقدر يعمل ايه. بدات اجري منه، بجري الممر مش عايز يخلص. حاجه غريبه جدا، الممر وكانه للابد ما بيخلص. تعبت من كتر الجري، وتقدر تقول اني استسلمت، لحد ما جالي المسخ وشدني من الهدوم بتاعتي وبيجرني على الارض، وفضل يمشي بيا بالوضع ده مسافه، لحد ما وقف قدام الباب فتحه وقام رميني جوه. بس اول ما اتحدفت جوه صرخت. اه صرخت عشان اترميت على هيكل عظمي الواحد. ايه ده الخاتم ده ايه اللي جابه هنا؟ لقيت الخاتم الازرق بتاع خادم الجحيم الصامت الهيكل العظمي كان لابسه. لقيت صوت من ورايا بيقول عارف مين ده؟ لفيت ورايا بشوف مين اللي بيتكلم. ده نهار السود ومنيل، مستحيل. لقيت اللي بيكلمني ساعتها كان سالم. قلت له انت ايه اللي جابك هنا؟ منك لله يا اخي، منك لله، انت السبب في كل ده، انت دمرت حياتي، وفوق كل ده كنت عايز تقتلني، ودلوقتي انا شايل ذنب انك قتلت عيلتك. قال لي طب مين اللي قتلني؟ مين اللي قتلني بعد ما قتلت عيلتي؟ قلت له مش عارف مين. قال لي حاول تفكر كده. قلت له المسخ؟ قال لي لا. قلت له طب الست المجنونه اللي بره؟ قال لي برضه لا. قلت له طب الخادم؟ قال لي ما تبقاش مغفل، الجحيم الصامت حلال ملوش خادم، كل اللي انت فيه واللي انا مريت بيه ده بسبب ان الجحيم ملوش خادم. قلت له امال مين اللي قتلك؟ قال لي فكر. فجأة اختفى من قدامي. انا قلت لا افكر ولا مفكرش، مش عايز اعرف، عشان جت في دماغي فكرة جهنمية. كان في كرسي طلعت عليه، علقت الهدوم اللي انا لابسها، ربطتها في السقف، عملت منها دايرة وحطيت دماغي جواها ونطيت من على الكرسي. لقيت زيد بتقولي تعرف؟ انا ضحكت من الموقف اللي حصل. قلت له ليه؟ قال لي عشان الطبيعي ان لما انسان يشنق نفسه رقبته تطير وروحه تطلع، صح؟ قلت له اه صح. قال لي بس انا لما نطيت رقبتي ما اتكسرتش، كان رقبتي دي مصنوعه من حديد. عايزك تتخيل معايا اني متشعلق في هدومي والمفروض اني اتخنق، بس انا مش حاسس اني بتخنق، انا حاسس اني كاني ما حاولتش انتحر حتى، انا متشعلق في السقف وخلاص. فضلت احرك جسمي وانا متشعلق، بحيث اني عايز ارجع تاني للكرسي، وفعلا رجعت تاني للكرسي وقفت عليه ونطيت تاني، وبرضه ما حصلش حاجه. كررت الموضوع اكتر من مره وبرضه ما حصلش حاجه، لحد ما دخلت عليا الست الغريبه اللي كان الكائن الضخم ده واقف معاها، ولقيتها بتقولي انت مش ناوي تبطل الهبل اللي انت بتعمله ده؟ قلت لها انت عايزه مني ايه؟ قالت لي انت هتفضل متشعلق كده كتير. قلت لها ما عادي بقى، ما هي كده مش بتجيب نتيجه. قالت لي انزل لو سمحت. استغربت نفسي فعلا من المشهد اللي كنت فيه، وفعلا نزلت. قلت لها انا بعمل ايه هنا؟ انا عملت اللي انت قلت لي عليه ونشرت اللي حصل، انا بعمل ايه هنا؟ قالت لي من غير زعيق، انت فاكر ان اللي انت عملته ده فعلا جاب نتيجه؟ قلت لها انا مالي، انا عملت اللي طلب مني. قالت لي لا، مهمتك انك خلال شهر تجيب شخص، لكن عمرها ما كانت مهمتك انك تنشر القصه. قلت لها بغضب، انا نشرتها علشان اجيب شخص. قالت لي مش موضوعي، المهم انك فشلت، وعشان كده انت مكانك معايا هنا. بدأت أدوخ وحاسس إنه بيغمى عليا من الصدمة اللي أنا سمعتها، مكنتش مصدق إن مكاني هيبقى في زنزانة من الزنازن بتاعتها. ساعتها بس كنت أتمنى أرجع سجن الحكومة أعيش فيه بقية عمري، ولا أقعد في المكان ده ثانية واحدة. آخر حاجة فاكرها إنهم جابوني هنا وأنا نايم على السرير، وده كل اللي حصل. دخل الدكتور وقال لي كفاية كده النهاردة، تعالى بكرة لو سمحت، الزيارة انتهت. مفيش، وأنا مبلم مش فاهم أي حاجة، مش عارف في إيه وإيه القضية اللي أنا دخلت فيها دي دوامة مش قضية. يوم ارجع للشغل تبقى دي اول قضيه ليا. المهم انا روحت البيت وانا وندى، والمره دي رايح على اوضتي، وانا مقرر اني هنام خلاص، انا تعبت. وكالعاده حلمت حلم مش عارف تفسيره ايه.
لقيتني رجعت تاني في نفس المستشفى في نفس الأوضة والاتنين لسه موجودين اللي هما الشيخ والبنت دي. قالت له عملت ايه؟ قال لها انا كتبت على ايده ختم قرآني هيخليه يحافظ على نفسه ويمنع تدخل الملك في حياته ويبقى معاه قوته وقت ما يحتاجها، وفي نفس الوقت يكمل حياته كأنه انسان عادي بس هيكون اعمى. قالت له ثانية واحدة، يعني ايه اعمى؟ ختم قرآني ايه؟ قال لها العمى ده ضمان، ضمان الملك، اما بالنسبة للآية القرآنية بعدين الدنيا سكتت فجأة مش شايف حاجة. رجعت أعمى تاني، قلت يمكن أكون صحيت، لكن لا 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 أنا مصحيتش. بدأت أنادي تاني على الشيخ والبنت دي رغم إن هما كده كده مش سامعيني ولا شايفيني، بس محاولة يائسة مني وخلاص، لحد ما سمعت صوت ست مش عارف الصوت ده مصدره ايه أو جاي منين وبتاع مين، بس بعد ما ركزت لاحظت ان الصوت ده مش جاي من حد، لا الصوت ده انا مش سامعه من وداني، لا الصوت ده انا سامعه بس في دماغي. الصوت ده قال ايه يا سعادة الملك انت مستغرب من ايه؟ قلت لها انت مين؟ انا ازاي سامعك في دماغي؟ قالت لي ايه ده بجد؟ ده بجد بقى؟ قلت لها هو ايه اللي بجد؟ قالت لي انت مش فاكرني ولا ايه؟ قلت لها لا ما حصليش الشرف بصراحة. قالت لي لا حصل لك بس انت اللي نسيت. انا لما عرفت ما كنتش مصدقه نفسي انك فعلا مش فاكر اي حاجه، بس تعرف انا مبسوطه كده اللي عمله عم الشيخ ده خدمني اكتر ما خدمك. قلت لها عمل ايه؟ قالت لي انه ختم الملك. قلت لها وانا مالي بالكلام ده؟ قالت لي انت متعرفش ولا ايه؟ قلت لها لا معرفش. قالت لي يا حبيبي ما انت العيان المتكسر اللي كنت نايم على السرير. وتاني صحيت من النوم في الوقت الغلط على صوت ندى وهي بتحاول تصحيني من النوم. قلت لها ياه ليه كده ليه؟ قالت لي في حاجه مأنباني بقالي 4 سنين ما كنتش عايز اجيب لك سيره عنها علشان مش عايز افكرك بيها، وكل ما بحاول ابعدك عنها بتقرب لك لوحدها. قلت لها تخيلي بقى انا كمان كنت عايز اتكلم معاكي علشان من الواضح انك تعرفي حاجات كتير عني مخبياها. قالت لي انا كنت عارفه ان هيجي اليوم اللي هتسأل فيه. قلت لها لا انا ما كنتش هعرف لولا الحلم. قالت لي حلم ايه؟ حكيت لها على كل حاجه. قالت لي انت ايه اخر حاجه انت فاكرها يا مالك؟ احكي لي كده قصة حياتك. قلت لها وانت ما تعرفيهاش؟ قالت لي لا اعرفها بس انا عايز اسمعها منك، عايز اعرف ايه الفراغات اللي ناقصاك عشان اكملها لك. قلت لها يعني انت كل الفترة اللي فاتت دي كنت مخبية عليا حاجات كتير كنت تعرفيها عني بس مخبيها. قالت لي اه والله انا اسفة يا مالك، انا ما كنتش عمري احب اني اكدب عليك او اخبي حاجة عنك، انت كنت كده كده هتحس من كلامي اني بكدب عاجلا ام اجلا، فقلت اني اعجل واقول لك انا احسن. قلت لها لا ما انا حسيت بس كدبت نفسي. قالت لي قول لي انت الاول ايه اخر ذكرى عندك؟ قلت لها انت ازاي بالبرود ده؟ انت عارفه انت عملتي فيها ايه؟ انت مين اللي اداكي الحق انك تتحكمي في حاجه مش ملك ايدك ولا ليكي الحق انك تتحكمي فيها؟ لقيتها بدات تعيط وتقول لي علشان كنت خايفه عليك، عشان ما كنتش عايزاك تفتكر حاجه، عشان حمدت ربنا انك نسيت كل حاجه واستحملت انك ما تبقاش عارفني. انا فضلتك على حبي ليك، اخترت راحتك وسلامتك على نفسي وحبي ليك. قلت لها انت بتقولي ايه؟ للأسف إن هي ما كانتش بتكذب في اللي بتقوله للأسف، بس أنا عقلي وقلبي مش قادر يسامح ولا يأمن ليها. حاسس إن اتنصب عليا، حاسس إن أنا متحكمة في حياتي، حسيت لأول مرة إني عاجز بسبب إني كفيف، حسيت إن بيحصل حواليا حاجات كتير أنا مش عارف عنها أي حاجة. دمعت، شفت إن عيني بتدمع لما زادت دموعي. قالت لي أنت بتعيط ليه دلوقتي؟ قلت لها عشان صعبت عليا نفسي وأنا أعمى، مش عارف اللي بيجرالي، مش عارف اللي بيحصل حواليا، حاسس اني عامل زي الاطرش في الزفه، الدنيا حواليا بيحصل فيها حاجات كتير وانا مش عارف ايه اللي بيجرى، انا حتى مش عارف شكلك عامل ازاي. حسيت بايديها وهي بتشيل النضاره اللي انا كنت لابسها وبتمسح دموعي وبتقول لي انا اسفه، والله انا اسفه، انا ما كنتش اقصد اني اغفلك يا مالك، والله انا اسفه، بس والله لو سمعت مني ممكن تعذرني شويه. اسمعني يا مالك. بدأت أعيط أكتر، لقيتها بتحضني من ظهري ومالت راسها على كتفي وقالت لي أنا آسفة، أنا آسفة بس اسمع مني، لو عايز متعرفنيش تاني أنا هختفي من حياتك، بس اسمع مني وأوعدك إنك مش هتشوفني تاني. قلت لها عايزة إيه دلوقتي؟ قالت لي عايز أعرف إيه آخر حاجة أنت فاكرها كذكريات مش حاجات اتحكت لك. قلت لها آخر حاجة أنا فاكرها إني كنت رايح أركب الطيارة لليمن عشان أروح أقعد مع أبويا فترة هناك بعد ما أخدت أجازة من مكتب المحاماة اللي كنت شغال فيه. قالت لي ياه للدرجة دي مش فاكر حاجة؟ ما ردتش عليها واكتفيت اني احرك راسي بالموافقه. بدات تحكي لي شويه حاجات ما كنتش متخيل انها ممكن تحصل لي او تحصل لابويا. ابويا ليه باع طويل قوي في الحوار ده، واكتشفت ان كل الكلام اللي هي قالته لي كان كذب، كل 4 سنين دول كانوا كذب،
كل حاجة حكيتها لي عن نفسي كذب في كذب، وجاء الوقت اني اعرف الحقيقة، خصوصا كمان ان الموضوع طلع اكبر من زايد وسالم والست الغريبة وبابا وندى وكل الناس اللذيذة دي. اصح نسيت اقولك على حاجة قبل ما ندى تحكي لي على الحقيقة، جرس الباب بتاع الفيلا رن، نزلت من على السلم لقيت ندى فتحت بتقول مين؟ قال لها انا ياسر ابن صاحب العمارة. قالت له انت جيت هنا ازاي؟ قال لي انت راجل مشهور واللي يسأل ما يتوهش يا مالك بيه يعني. قلت له عايز ايه؟ قال لي ده اسلوب تكلمني بيه، انا لما ما لقيتكش رجعت عشان تكلمني، حبيت اوصلك عشان اكمل لك اللي حصل معايا. انت اخر مره قلت اما اجي لك انا بنفسي، خاصه كمان اني خايف قوي على روحي. قلت له انت تقصد ايه؟ قال لي انت ما ركزتش في كلامي المره اللي فاتت ولا ايه؟ انا قلت لك اني خرجت من الجحيم الصامت علشان اوصل رساله معينه. قلت له رساله ايه؟ قال لي ما انا جيت لك علشان اقولها لك. قلت له قول. طيب. قال لي هي قالت لي قول للشيطان الاعمى اني هنتقم، وكل اللي حصل واللي بيحصل واللي هيحصل ده تسخين بس من خادم الجحيم الجديد على كل اللي انت عملته. قلت له انت بتقول ايه؟ انت بتقول لنا الرساله دي ليه؟ ومين الشيطان الاعمى ده؟ لقيته ضحك ضحكه كده تحسها شريره قوي وهو بيقول انت يا مالك انت الشيطان الاعمى.